مشاهدينا الكرام، تحية لكم إلى تغطية مباشرة لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل عشرات الفلسطينيين بالقرب من بيت لاهيا شمال غزة، وحدد مواقع نحو 100 منصة إطلاق صواريخ. وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 24,100 شهيد و 60,834 مصابة. في اليوم الثاني بعد المئة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أحصت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 24,100 شهيد وأكثر من 60,000 جريحا غالبيتهم من النساء والأطفال. وأفادت الوزارة بمقتل أكثر من 100 فلسطيني في قصف وغارات إسرائيلية كثيفة خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، ولا يزال كثير من الضحايا تحت الركام وفي الطرق ولا يمكن الوصول إليهم. واستهدف القصف المدفعي والغارات خلال الساعات الأخيرة خان يونس ورفح في جنوبي القطاع، حيث تدور أعنف المعارك، إضافة إلى مناطق أخرى في قطاع غزة. اليوم الرابع على التوالي يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بسبب العدوان المتواصل، حيث وصل حجم الدمار إلى ما يزيد على 80% من مقدرات القطاع المحاصر من جانب إسرائيل. في هذه الأثناء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب الفرقة 36 والتي تضم لواء جولاني من قطاع غزة، وأبقى على 3 فرق عسكرية كاملة في أنحاء القطاع. كانت قيادة جيش الاحتلال قد دفعت بالفرقة 36 التي تضم لواء جولاني لتنفيذ عمليات عسكرية في محاور التوغل شمالي ووسط القطاع في الشيخ عجلين والرمال والزيتون والشجاعية، إضافة إلى مخيمي النصيرات والبريج. وتقول المقاومة الفلسطينية إن سحب الفرقة الإسرائيلية يعكس حجم الخسائر التي لحقت بجيش الاحتلال وآلياته، ووصلت كتائب القسام وسرايا القدس استهداف قوات الاحتلال بالقذائف المضادة للأفراد والآليات في محاور القتال المختلفة. وتركزت المعارك العنيفة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت القسام حشود الاحتلال بقذائف الهاون شرقي مخيم البريج بوسط القطاع. بالتزامن أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق 14 صاروخا من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سيدي روت في تأكيد عملي على قدرة المقاومة على مواصلة حرب الاستنزاف لجيش الاحتلال الإسرائيلي رغم مرور أكثر من 100 يوم على العدوان. والمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ شريف سمير نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ شريف، بعد التحية، دعوات عدة من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يدعو فيها إسرائيل بأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والعلاجية والإغاثية والغذائية لقطاع غزة. في رأيك هل مثل هذه الدعوات يمكن أن تجد صدى عند إسرائيل أم أنها تحصيل حاصل كما يرى البعض من المراقبين والمحللين والمتابعين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعوات المجتمع الدولي إلى إسرائيل بأن تتوقف عن تصعيد العدوان في الأراضي المحتلة هي بتبقى دعوات فارغة من المضمون، لأنها بتقابل بتجاهل من الحكومة الإسرائيلية التي تعبث بمقدرات المنطقة وتحاول تصفية القضية الفلسطينية من جذورها. فطبعا بعد ما اقدمت عليه دولة جنوب افريقيا بشجاعة باتهام اسرائيل ارتكاب جرائم حرب امام محكمة العدل الدولية، لابد ان يتبع ذلك قرارات تصدر من الامم المتحدة او من مجلس الامن تلزم اسرائيل بوقف اطلاق النار وتثبيت الهدنة الدائمة. لكن اسرائيل تضرب بعرض الحائط كل هذه التحركات الدولية وتحاول ان تساعد من العمليات العسكرية للقضاء تماما على حلم اقامة الدولتين والقضاء على قطاع غزة وتصفيته من جذور وتحويله إلى أرض محروقة. وبالتالي الاعتماد أو الرهان على المجتمع الدولي هو رهان خاسر. لابد أن يكون هناك ضغط أكبر على القوى العظمى التي تضغط على إسرائيل في مقدمات الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن المسألة تحتاج إلى تكاتف وتضامن عربي من جانب الأنظمة السياسية للتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع قوى الغرب التي تساند إسرائيل سياسيا ولوجستيا.
على ذكر حضرتك للدول العربية، هل من آليات ضغط على إسرائيل لإثنائها عن هذه الممارسات والانتهاكات الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل؟ بورقة السياسة من الصعب التنبؤ بأي تطور في المشهد، ولكن بورقة الاقتصاد والمصالح التجارية والتطبيع الذي تم توقيعه وصفقات التطبيع التي تم إبرامها بين بعض الدول العربية وبين إسرائيل، أعتقد أن هذه يمكن أن تؤتي ثمارها وتمثل نوعا من أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن استمرار القتال. العرب يمتلكون الأدوات ويمتلكون الموارد ويمتلكون القدرة على التأثير سواء على الغرب أو على حكومة إسرائيل، ولكن هذا يرتبط أولا وأخيرا بالإسراع في استخدام هذه الورقة وتوظيفها واستثمارها لحماية القضية الفلسطينية أولا، ولحماية منطقة الشرق الأوسط من طوفان الأقصى الذي يمكن أن تمتد حرائقه إلى كثير من الدول والأزمات الإقليمية. أستاذ شريف، يعني ميدانيا ما زالت صواريخ المقاومة تصيب مواقع إسرائيلية مختلفة، من واقع هذه المعطيات هل ما زالت المقاومة الفلسطينية قادرة على الثبات والصمود أمام هذه الترسانة العسكرية الكبيرة للكيان الصهيوني؟ وقود المقاومة في الأراضي المحتلة لا ينفد أبدا بمرور السنين، لكن مما لا شك فيه أن هناك بعض الخسائر العسكرية والاقتصادية التي تتكبدها وتتحملها الفاتورة الإسرائيلية، وهذا طبعا يمثل كابوسا مزعجا لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن عمليا المقاومة وحدها لا تكفي لصد العدوان الإسرائيلي، لابد أن يكون هناك تكاتف دولي وحشد للقرارات الدولية التي تلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار. آلة الحرب الإسرائيلية لن تتوقف عن شلال الدم والحرائق في الأراضي المحتلة، لأن إسرائيل أو بمعنى أدق حكومة نتنياهو هي المستفيد الأول من استمرار على مسلسل الحرائق في الأراضي المحتلة للتغطية على بعض الفضائح وأزمات الفساد التي تواجهه في الداخل، ومحاولة رفع أسهمه أمام الناخب الإسرائيلي، وإن كان ذلك أيضا لا يؤدي إلى مزيد من الانفراجة أو لا يرفع من رصيد نتنياهو، لأن هناك مسيرات غضب ومظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب وقف العدوان بعد أن أصبح جنود الاحتلال الإسرائيلي في مرمى نيران المقاومة الفلسطينية ومقاتلي حماس، والمسألة تحتاج إلى تحكيم العقل وضبط النفس حتى يكون هناك احتواء للموقف. صحيح. طيب أستاذ شريف، يعني ربما جاءت عدد من التصريحات المختلفة على ألسنة بعض الوزراء في مجلس الحرب الإسرائيلي يعترفون فيه بأنه رغم هذه الحرب الكبيرة ورغم الإبادة الجماعية ورغم اتباع سياسة الأرض المحروقة إلا أنهم فشلوا في القضاء على حركة المقاومة حماس. ده شيء طبيعي طبعا، لأن حركة المقاومة لا تتمثل في مقاتلي حماس فقط أو دعمها من خلال حزب الله أو إيران أو أي أطراف أخرى في المشهد أو في المعادلة السياسية. حركة المقاومة نبضها الأساسي هو الإنسان الفلسطيني نفسه، الإنسان الفلسطيني المناضل في الأرض المحتلة ما بين أطفال ونساء وشيوخ وشباب، وطبعا هذا هو الوقود الحقيقي للمقاومة الفلسطينية. المقاومة المسلحة هي جزء من المشهد وجزء من النضال ضد المحتل، لكن صمود وروح الإنسان الفلسطيني هي التي تهدد في المقام الأول الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. ولا تنسى أبدا الذاكرة ما فعلته حجارة الأطفال في يوم من الأيام في أنها كسرت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. فطبعا المقاومة الفلسطينية أو مقاومة متمثلة في حركة حماس دي جزء من المشهد، وطبعا الرهان الأكبر على صمود الشعب الفلسطيني، ولكنه أيضا رهان لا يكفي في ظل معطيات المشهد، لابد أن يكون في اعتماد أكبر على المساندة السياسية والاقتصادية من جانب الدول العربية والتحركات الشجاعة من بعض الدول التي قد لا تمت للعرب صلة أو لا ترتبط بجذور عربية مثل دول جنوب أفريقيا، ما فعلته ناميبيا. القارة السمراء الحقيقة موقفها مشرف جدا تجاه القضية الفلسطينية، ولا بد أن تكون قدوة للآخرين في التحرك وسرعة اتخاذ القرار أو سرعة اتخاذ موقف شجاع وموقف
جريء وعملي لإنقاذ القضية الفلسطينية. عن هذه المواقف التي ترصدها أنت في فكرة يعني رصد وتسجيل وتوثيق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، سواء في محكمة العدل الدولية أو في المحكمة الجنائية الدولية، رغم شجاعة هذه المواقف وبسالة هذه المواقف، هل يمكن أن تخرج بجديد بشكل عملي وفعلي على أرض الواقع لنصرة القضية الفلسطينية؟ أم مثل هذه المحاكمات هي محاكمات ومحاكم مسيسة بالدرجة الأولى كما يرى البعض؟ إذا تحدثنا عن محكمة العدل الدولية في حد ذاتها أو المؤسسات الدولية، هي طبعا مجرد ديكور أو محاكم صورية، بواقع أن هناك سيطرة عليها من جانب الدول الكبرى وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ما يمكن أن نأمل فيه أو أن نطمح إليه أن يكون هناك مواقف شجاعة أمام التاريخ، شهادات تسجل أمام التاريخ وتوثق لجرائم الحرب والانتهاكات الوحشية فعلا المتورطة فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن مشروطة أيضا بأن يكون هناك تصرف عملي أو إجراء عملي من جانب الدول التي تربطها علاقات اقتصادية أو تربطها علاقات مهمة جدا واستراتيجية مع إسرائيل. إسرائيل تبحث عن منفعتها قبل كل شيء وتبحث عن وجودها وتحاول بقدر الإمكان أن تبتز العالم بأجمع بأسفه لمواصلة الاحتلال. فلابد أن يكون هناك رد مضاد، رد مضاد لا يقتصر فقط على المحاكمات الدولية أو تصعيد الموقف الدولي في صورة مطالبات أو في صورة قرارات، لابد أن يكون هناك إجراءات. ماذا ما نفتقده لإنقاذ القضية الفلسطينية؟ إجراءات أو ضغط على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى السياسة من جانب الدول العربية والدول التي تملك أيضا مصير ومستقبل إسرائيل في المنطقة بل في العالم كله. نعم، بشكرك جزيل الشكر الأستاذ شريف سمير نائب رئيس تحرير الأهرام على هذه المداخلة والمشاركة معنا. وأيضا للمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور إسماعيل تركي الخبير في العلاقات الدولية. دكتور إسماعيل بعد التحية، يعني بداية، في أي سياق وفي أي إطار تضع تطورات الأوضاع في قطاع غزة؟ تحياتي لحضرتك أستاذة أمل ولكل السادة المشاهدين. يعني زي ما بنسمع وبنتابع وبنحلل طول الوقت أنه الأوضاع في قطاع غزة من أسوأ، من سيء لأسوأ، أصبحت غزة مكان لا يمكن العيش فيه ولا يمكن تحمله. كل الأمور يعني بتصب في أن ما يدير الأمر فيه حكومة إسرائيل أصبحت يعني تتخذ قرار باستمرار العدوان، باستمرار القصف، باستمرار القتل، ووضع مستقبل نتنياهو نفسه ومستقبل حكومته مقابل استمرار الحرب. وهو يعلم تماما أن الضغط الشعبي في إسرائيل، عدم الرضا، عدم القبول، فشلوا في تحقيق الأهداف، كل ذلك في كفة ووقف الحرب في كفة. وبالتالي هو مستمر رغم كل الضغوط الدولية والإقليمية، رغم كل النداءات الإنسانية، رغم كل النداءات الإنسانية لحفظ ما تبقى من قطاع غزة. عدد القتلى الذي وصل إلى ما يقرب من 25,000، المصابين الذين وصلوا ما يقرب من 60,000. أنا بعتقد أنه ما يحدث وما يتم في قطاع غزة هو جريمة حرب مكتملة الأركان، بتثبت للعالم فشل المنظمات الدولية، سواء مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، هذه المنظمات التي وجدت أساسا لمنع مثل هذه الجرائم ومثل هذه الأحداث. يعني أعتقد أنه أكبر دليل على أن هذه المنظومة القيمية التي ترعاها الولايات المتحدة قد فشلت في أداء أدوارها، وبالتالي على العالم أن يبحث في يعني مؤسسات أخرى بديلة تستطيع حفظ الأمن والاستقرار، حفظ حياة المواطنين. ما يحدث في غزة هو يعني سب في جبين البشرية. صحيح. وبالتالي يعني لم يعد هناك ما يقال غير أن العالم كله لا حتى الآن لا يستطيع الضغط على بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة. صحيح. لإيقاف هذا العدوان. إذا دكتور إسماعيل تتحدث عن البحث عن منظمات أخرى يعني تكون بمثابة طوق النجاة لما
يحدث الآن في قطاع غزة، إذا كانت المنظمات والهيئات والكيانات الأممية والدولية فشلت في تحقيق هذا الأمر، إذن ما هو السبيل من وجهة نظرك في ظل مجتمع دولي متخاذل وبشدة تجاه القضية الفلسطينية؟ يعني خليني اقول لك انه اذا كانت هذه المنظمات الدوليه التي وجدت من اجل تحقيق اهدافها كان احد اهم الاهداف هو حفظ الامن والسلم الدوليين، وفي ظل استمرار الحرب لما بعد او اكثر من 100 يوم ولم يستطع احد سواء كانت مؤسسات او منظمات دوليه او حتى قوى اقليميه او قوى دوليه الضغط على اسرائيل لايقاف عدوانها، الولايات المتحده الامريكيه الدوله الكبرى ويعني قائده النظام الدولي وصاحبه الضغط الاكبر هي التي تعطي اسرائيل حتى الان الضوء الاخضر للاستمرار في العدوان، لم يتحدث احد من مسؤولين الولايات المتحده عن ضروره ايقاف العدوان الاسرائيلي، وانما الحديث عن يعني تقليل الخسائر من المدنيين وكأنهم يعني يبدعوا في إيجاد قواعد للقانون الدولي من جديد، لأن يعني قتل المدنيين محرم وغير مقبول في كل الشرائع وفي كل القوانين الدولية. أما أن تأتي الولايات المتحدة الوحيدة القادرة على إيقافها ما يتم من عدوان وتتحدث عن التباحث مع إسرائيل لتقليل الخسائر للوصول إلى مرحلة أقل حدة وأقل تدميرا، يعني هذا كلام حديث مراوغ يتم توجيهه ل يعني المنطقة بشكل كبير. الكل يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل لإيقاف هذا العدوان، فإن لم تستطع أنا بعتقد أنه المنظومة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة مآلها إلى الزوال، عدم تشبثها بالقيم الإنسانية التي يعني ارتضتها الدول والشعوب في العالم كله. تمام. طيب دكتور إسماعيل، تحدثت على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة القادرة في الضغط على إسرائيل، قادرة لذلك إذا توفرت الإرادة والرغبة، ولكن هي تتعامل مع إسرائيل على أنها الابن المدلل لها، وهي تقدم لها دعما ومساندة لا محدودة في كل الأمور وفي كل المجالات، ومنها كنموذج أو كمثال حرب الإبادة الجماعية. إذن ما هو السبيل في ظل ازدواجية المعايير والكيل بأكثر من مكيال؟ السبيل هنا أستاذتي الفاضلة أستاذة أمل أن يعني على الدول أن تأخذ ما تم في قطاع غزة وما تم من جرائم حرب ومن عدوان إسرائيلي سافر كدليل وكإدانة لهذه المنظومة التي ترعاها الولايات المتحدة، وأن تتجه بسياستها صوب مجموعة من الدول لديها الرغبة والقدرة في تغيير طبيعة النظام الدولي ويعني التعامل مع دولة مثل الصين التي أدت مواقف يعني معتدلة فيما يتم في غزة، دولة مثل روسيا لديهم الرغبة في تغيير المنظومة الدولية وفي إقامة نظام دولي أكثر عدالة، يجب يعني الشد بيد المساعدة والمعاونة في منظومات أخرى قد تكون بديلة للمنظومة الدولية التي ترعاها الولايات المتحدة، على سبيل المثال للحصر مجموعة بريكس التي يعني تبرز فيها الصين وروسيا وعدد من الدول وانضمت إليها مصر بالتأكيد. أنا بعتقد أنه يجب ألا نعير اهتماما لكل المخططات التي يتم فرضها من الخارج وخاصة من المنظومة الغربية لمستقبل المنطقة، وأن تبحث دول المنطقة والدول الإقليمية والمجموعة العربية على شركاء حقيقيين يكونوا وسطاء لفرض مؤتمر دولي للسلام زي ما دعا وزير الخارجية الصيني في زيارته لمصر، بعيدا عن الازدواجية وبعيدا عن الدعم السافر والغطاء اللامحدود من الولايات المتحدة لإسرائيل، وبالتالي وضع العالم أمام مسؤولياته ووضع الدول أمام مسؤولياتها في مساعدة الحق الفلسطيني، وبالتالي أنا بعتقد أنه هذا يخصم من رصيد الولايات المتحدة ويخصم من المنظومة الغربية التي تؤيد إسرائيل وتدعم المنظومة الشرقية أو أي مكانة الدول في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا لإيجاد نظام أكثر عدالة في التعامل مع القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا التي تمس دول الجنوب.
مصر كانت وما زالت داعمة للقضية العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وعلى الأجندة المصرية ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية والدوائية، وإنما أيضا مطالبة مصر بوقف إطلاق النار بلا شروط وأيضا إقامة الدولة الفلسطينية. هذا هو المطلب الرئيسي بطبيعة الأحوال في العقيدة والسياسة والنهج والاستراتيجية المصرية. كيف تابعت الخطوات والإجراءات المصرية في هذا السياق؟ يعني خليني اقول لك يا استاذ عادل، زي ما حضرتك ذكرتي وهو هذا هو لب الموقف المصري، ان مصر لم تحول القضيه الفلسطينيه ابدا الى قضيه انسانيه تنحصر في تقديم المساعدات، وان كان هذا ضروري في مثل هذه الظروف الانسانيه. مصر يعني فتحت معبر رفح منذ بدايه الاحداث وخصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات ونشدت دول العالم لتقديم المساعدات، لكن في الاساس كانت مصر اول من يعني دعا الى وقف اطلاق النار وعدم التصعيد في القطاع، يعني حمايه لكل الفلسطينيين الموجودين وهو يعني قطاع مكتظ بالسكان. كمان كانت مصر اول من يعني نادى بأن مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية، وتم التركيز على هذه النقطة لأن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية وحماية حقوق الفلسطينيين والقضية كلها على أنها دولة شريكة في هذا الموضوع، وعلى مدار التاريخ تتحمل العبء الأكبر في الدفاع عن الفلسطينيين وتعد ركيزة وصخرة يعني تحطمت عليها كل المخططات الإسرائيلية للقضاء على الفلسطينيين القضاء على القضية الفلسطينية، وبذلت مجهودات ضخمة، منها على سبيل المثال أكثر من 60 يعني مكالمة دولية وأكثر من 35 لقاء دولي مع السيد الرئيس ومؤتمر القاهرة ومشاركة مصر في قمة القمة العربية الإسلامية في الرياض ومشاركة في كل المؤتمرات التي دعت لها الأمم المتحدة، حتى المجهودات مصر في المجموعة العربية، لأن أنا بعتقد أنه الدور المصري هو دور تاريخي وركيزة أساسية لحفظ أمن الفلسطينيين، عكس تماما ما يقدم من أطراف أخرى وهي أطراف تقدم دعما للقضية، أطراف وظيفية قد تضر القضية أكثر مما تفيدها. وخلينا أقول لحضرتك هنا أنه حتى الفلسطينيين في الداخل يعلموا أن يعني مصر يعني وضعها وواجبها وتاريخها يؤكد تماما انها دائما واقفه مع الفلسطينيين ومع حقوقهم. خليني اقول لحضرتك انه منذ بدايه الاحداث يعني حاولت اسرائيل تمرير خطه لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزه او حتى خارج الاراضي الفلسطينيه ومحاوله القضاء على القضيه الفلسطينيه بالكامل. الدوله المصريه كانت اول من رفض هذا التهجير ووقفت ضد القضيه ويعني اشتبكت بشكل دبلوماسي ومن خلال اللقاءات والمباحثات مع عدد كبير من الدول في المنطقة سواء إقليميا أو دوليا، وبالتالي حدثت مراجعة من كل الدول بما فيها الولايات المتحدة ورفضت رفضا قاطعا عملية تهجير الفلسطينيين. أعتقد أنها لو كانت إسرائيل استطاعت أن تمرر هذه الخطة لكان تم القضاء على القضية الفلسطينية بالكامل، وده اللي خلينا نرجع نقول أنه هذا هو الفرق ما بين أن تقدم دورا ومجهودا ويعني مساعدة للقضية وتفيدها بالكامل، وبين أن يعني تؤدي دورا وظيفيا لمساعدة أطراف أخرى قد تضر في النهاية بالقضية الفلسطينية وتطمس الحقوق الفلسطينية وتشوه ما يقوم به أو ما يتم فيها القطاع من أعمال. وبالتالي أنا بعتقد أن الدور المصري دور حاسم ودور رئيسي ودور فاعل. خليني أقول لحضرتك أن أنا دائما أقول أن أنا بفتخر أن أنا مصري وأن هذا هو الدور المصري في ما يخص القضية الفلسطينية والوقوف بجوار الجانب الفلسطيني وحقوقه. قد يعلم كثير من الناس أن أو يحاول أن يتعدى على الدور المصري، ولكن في النهاية ومع الأحداث ومع يعني استمرار المواقف يتضح للقاسي والداني أن الموقف المصري كان موقفا شريفا وكان موقفا مدافعا، وهو الموقف الذي كان يجب أن يتم من خلال كل الدول وليست مسائل وظيفية يتم الاستفادة منها لمصلحة دول أخرى. يعني خلينا أقول لحضرتك هنا أن الدور المصري دور لا يمكن يعني المقارنة به مع أي من الأدوار الأخرى، لا يمكن تجاهله، لا يمكن حتى يعني عدم وجوده كان يضر ويقضي على القضية الفلسطينية
بالكامل. دكتور إسماعيل تركي خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة والمشاركة معنا، وأيضا للمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور عبد المهدي مطاوع الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عبد المهدي، يعني بعد التحية، التطورات في قطاع غزة بعد مرور 100 يوم على العدوان الإسرائيلي الغاشم بحق الشعب الفلسطيني، التطورات تزداد تعقيدا وتوترا وتشابكا يوما بعد الآخر، في أي سياق تضع هذه التطورات؟ يعني أولا ما زال العدوان الإسرائيلي في حرب العبادة مستمرا، وعداد الموت والخسائر المادية والبشرية لا يتوقف. هناك مأساة حقيقية في قطاع غزة، خصوصا في مناطق الشمال ومدينة غزة، حيث هناك مجاعة حقيقية لدرجة لا يمكن وصفها بالكلمات. هذا جانب. الجانب الآخر، بالأمس وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث عن تغيير في التكتيكات، وهي الانتقال للمرحلة الثالثة، كما يقول أن القصف يكون بحدة أقل كثافة، ولكن في الحقيقة المرحلة الثالثة هي تعني بشكل أو بآخر المراوحة في نفس الإطار، أي أنها إعادة احتلال بشكل مختلف، وهذا يعني أنه لا توجد في الأفق حاليا أي تغيير قد يوحي بإنهاء هذه المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني. وكل الجهود الدولية لم تفلح حتى الآن في أو لتغير الموقف الأمريكي الداعي لإسرائيل وتجعله يتحرك في اتجاه وقف إطلاق النار. ما زالت هذه المأساة مستمرة، وأعتقد أنه كلما زاد يوما بعد يوم كلما أصبح الحل أصعب من الأمريكي. يعني إذا ما هو المطلوب في الفترة القادمة سواء على الصعيد الفلسطيني أو على الصعيد العربي أو على صعيد المجتمع الدولي، إذا ما توفرت النية الصادقة والإرادة الحقيقية لحلحلة هذه الأزمة أو احتواء واستيعاب هذه الحرب الكبيرة وعمليات الانتهاكات المختلفة من قبل الكيان الصهيوني، الإبادة الجماعية واتباع سياسة الأرض المحروقة؟ يعني أولا هناك عدة خطوات مطلوبة على المستوى الفلسطيني. الخطوة الأولى العمل بمبدأ وقف الخسارة ربح، أي أنه السعي لإنجاز صفقة إطلاق نار وتغيير في الوضع الحالي حتى يتمكن الناس من الصمود. الجانب الآخر، الخطوة الأخرى، هو السعي للوحدة الفلسطينية، بمعنى انضمام حماس والجهاد إلى منظمة التحرير، وذلك توطئة لأن يكون هناك تمثيل فلسطيني من الممكن الضغط في اتجاهه لحل معضلة اليوم التالي للحرب، أي إدارة قطاع غزة، والتي ستسحب الذرائع من نتنياهو الذي يلعب في إطار أنه لا توجد خطة لليوم التالي، بالتالي استمراره عدوانه في قطاع هذا جانب. على المستوى العربي، أن تزداد الضغوط بشكل أكبر لتغيير الوضع الإنساني في قطاع غزة، وزيادة عدد المخيمات بسبب فقدان الكثيرين للمأوى في قطاع غزة، إضافة إلى المساعدات الإنسانية والصحية. يجب الضغط بشكل أكبر على الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح والتجويع كسلاح من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني. الجانب الآخر هو المستوى الدولي، أن يكون هناك قرارا في الأمم المتحدة، هذا القرار ملزم، أي أنه تحت البند السابع لوقف إطلاق نار دائم وكامل وإنهاء أكبر مجزرة وإبادة جماعية حدثت خلال العقود الماضية.
تمام. إذا دكتور عبد المهدي، يعني عندما نتحدث عن هذا الاستهداف وهذه الحرب والإبادة الجماعية، استهداف للشعب الفلسطيني واستهداف من أجل تصفية القضية الفلسطينية والدفع بهم فيما يعرف بالتهجير القسري، ليس الاستهداف فقط لقادة حماس، والدليل أن هناك انتهاكات وممارسات وحشية وقمعية وضربات طالت أيضا الضفة الغربية المحتلة. إذن هناك مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية. نعم، هذا المخطط أيضا ظهر بشكل واضح وجلي خلال حرب الإبادة. إذا تابعنا منهجية القصف الإسرائيلي والاستهداف، هو كان يستهدف أربع مقومات أساسية للحياة في قطاع غزة: الصحة والتعليم والسكن والاقتصاد. كل هذه المقومات تضررت بنسبة تفوق 70%، وهذا يعني أن يتحول تحويل النية لتحويل البيئة في قطاع غزة إلى بيئة طاردة للسكان، تمهيدا لبدء معاناة في اليوم التالي للحرب تشجع على الهجرة والتهجير من قطاع غزة. في نفس الوقت إسرائيل تستخدم قوة كبيرة وأدوات غير مناسبة في الضفة الغربية، عندما تذهب لاعتقال شخص تدخل بكمية كبيرة من المزنترات والدبابات تتسبب في أضرار في البنية التحتية دون أي داعي لذلك. وأنا باعتقادي أن هذا المنهج الذي يقوده اليمين المتطرف هو أساسي ورئيسي في المخطط والرؤية، حيث أن الصراع في حقيقته هو صراع ديموغرافي وليس فقط صراع كما يظهر. الصراع الديموغرافي هو تهدف من خلاله إسرائيل أن تقلل وتنهي التفوق الديموغرافي الفلسطيني في فلسطين التاريخية. هناك بعض الاحتجاجات أو التظاهرات التي طالت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، هل يمكن أن تمثل ضغط ما لإثنائه أو تراجعه عن الاستمرار في هذه الحرب، أم أنها تحصيل حاصل ولا تمثل ضغطا فعليا ملموسا على أرض الواقع؟ الخلاف الموجود الآن بإسرائيل هو ليس خلافا على الحرب أو على أهدافها. الخلاف في إسرائيل في اتجاهين: الاتجاه الأول خلاف على نتنياهو كشخص لا يستطيع إكمال الحرب، لأن هم يضعون عليه علامات استفهام ويضعون على عاتقه مسؤولية ما حدث وأنه غير مسؤول ويبحث عن خلاصه الشخصي. الأمر الثاني، الخلاف الثاني، هو من يسبق من الإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإيقاف الحرب، أم الاستمرار بالعملية العسكرية والتي قد تؤدي بحياة الرهائن والمحتجزين والأسرى في قطاع غزة. لكن لا يوجد في الشارع الإسرائيلي حتى الآن أي تظاهرة أو أي اعتراض على مبدأ الحرب نفسه وعلى مبدأ له علاقة أخلاقيا أو إنسانيا بما يحدث في قطاع غزة. هذا كان مقصدي بطبيعة الأحوال في التساؤل، خاصة في إطار يعني اتهامات الفساد التي تطال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ربما هذه الجزئية أيضا تمثل ضغط عليه من الشارع الإسرائيلي، ليس لها علاقة بأخلاقيات الحرب بطبيعة الأحوال. نعم. بنيامين نتنياهو من مصلحته إطالة أمد الحرب، لأنه هذا يعطيه مساحة للمناورة، يعطيه مساحة للتخلص من التهم أو لجان التحقيق التي قد تنعقد بعد انتهاء الحرب. لكن هو لديه مشروع أهم وأكبر. نتنياهو بنى مشروعه السياسي على أساس ألا يكون هناك دولة فلسطينية، وهذا استدعى منه دعم من الانقسام الفلسطيني وإطالة أمده بحيث لا يكون هناك تمثيل فلسطيني موحد يؤدي إلى حل سياسي. اليوم التالي للحرب، الرؤية الأمريكية والرؤية العربية بشكل عام تتحدث عن إعادة السلطة إلى قطاع غزة بطريقة أو أخرى، بحيث يكون هناك توحيد لغزة والضفة، وهذا دفعا للحل السياسي، وهذا يتعارض مع مشروع نتنياهو ومشروع اليمين الإسرائيلي. لذلك هو ما زال يراوح في مكانه في إطالة أمد الحرب، عدم الحديث عن اليوم التالي للحرب، لأنه
الرؤية الإسرائيلية هي رؤية استيطانية، أي أنها ضد استقرار. هو يريد خلق بيئة معينة، هذه البيئة تخدم أهدافه في قطاع غزة، بحيث لا يكون هناك أي رؤية سياسية تخدم الشعب الفلسطيني. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد المهدي مطاوع، الكاتب والمحلل السياسي، على هذه المداخلة والمشاركة معنا. ومشاهدين الكرام، متابعتنا الإخبارية متواصلة مع حضراتكم على شاشة النيل الأخبار. تقبلوا تحياتي وإلى لقاء جديد.